عدو قديم صعد بترامب إلى حكم أمريكا. هكذا اخترقت روسيا أعظم دولة عرفها التاريخ، وهذا ما ينتظر ترامب في حال تورطه. منذ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776 وحتى يومنا هذا، يصعد الرؤساء إلى الحكم بطريقة واحدة، الانتخابات. 45 رئيساً وصلوا عبر صناديق الاقتراع، آخرهم كان رجل الأعمال الشهير المثير للجدل دونالد ترامب. لكن الأمور مع الوجه الجديد لم تسر على ما يرام. دخل ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2017 بعد إعلان الاستخبارات الأمريكية عن تورط روسيا في قرصنة الانتخابات لصالحه، اختراق لحواسيب حزب منافسته هيلاري كلينتون، ثم نشر تسريبات عبر ويكيليكس أدت إلى تقليص فرصها بالفوز. المسألة بدأت باتهام روسيا وفتح تحقيق وتحرك أوباما بطرد 35 من الدبلوماسيين الروس على خلفية القضية، لكنها تحولت إلى اتهامات موجهة إلى قادة في حملة الرئيس بالتواطؤ مع الروس، ثم شكوك وتحقيقات حول تورط الرئيس نفسه. ترامب الرئيس رفض الاتهامات مراراً وهز الرأي العام بإقالة رئيس الـ FBI جيمس كومي الذي كان يدير ملف التحقيق. لكن الأمور لا تنتهي بهذا الشكل في أمريكا، ففي 30 من أكتوبر تشرين الأول 2017 وجه مدير التحقيق في قضية الاختراق الروسي روبرت مولر 12 اتهاماً تتعلق بغسيل أموال وإخفاء حسابات مصرفية والاتصال مع الروس للمدير السابق في حملة ترامب الانتخابية وشريكه التجاري، وفرض عليهما الإقامة الجبرية. ما هو مؤكد بشكل قاطع أن روسيا قرصنت الانتخابات التي صعدت بترامب. بشهادة فيسبوك وتويتر وجوجل، فعبر فيسبوك وحده تعرضت 21 ولاية أمريكية للاستهداف الروسي بنشر أخبار غير صحيحة عبر إعلانات موجهة تقدر قيمتها $100,000 شاهدها ملايين الأمريكيين. والمؤكد أيضاً أن مقربين من ترامب يتأكد تورطهم يوماً بعد يوم بعلاقات مع روسيا، مثل المدير السابق لحملاته الانتخابية بول مانافورت مع مساعده ريتشارد جيتس ومستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين، علاوة عن شكوك كبيرة حول محاميه الشخصي مايكل كوهين. إن كنت تعتقد أنها أزمة عابرة فإليك المزيد. الاتهامات التي تلحق بترامب جدية، وصحيفة وول ستريت جورنال أكدت في فبراير شباط 2017 أن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA علقت مؤقتاً إعطاء المعلومات الحساسة للرئيس خوفاً من وصولها إلى روسيا. أما صحيفة واشنطن بوست فقد قالت إن الرئيس أطلع وزير الخارجية الروسي على معلومات بالغة الحساسية في مايو/آيار 2017. لكن هل يمكن أن يتورط ترامب بالتآمر مع روسيا؟ لم يسبق لرئيس أمريكي أن قام بمثل ذلك، لكن ترامب رجل أعمال له مشاريع في روسيا، وقد تكون لدى الاستخبارات الروسية معلومات حساسة عنه يمكن ابتزازه بها. فهناك تكتيك قديم يدعى كومبرومات، يقوم على جمع معلومات حساسة عن أشخاص بارزين تفيد في ابتزازهم عند الحاجة. وتقول شبكة CNN الأمريكية وموقع بازفيد إن ترامب متورط في حفلات ماجنة موثقة لدى روسيا، فضلاً عن امتلاكها وثائق حساسة حول مخالفاته المالية. لكن ترامب في المقابل ينكر أي علاقة غير رسمية له مع الروس أو معرفته باتصالات المقربين منه بالمسؤولين في موسكو خلال الحملة الانتخابية. مع كل هذه التكهنات، ربما يكون مفتاح الكشف عن تورط ترامب مستقبلاً هو أحد الرجال الذين لا تسمع عنهم كثيراً، فيليكس ساتر، رجل الأعمال الروسي الأصل الذي يعد شريكاً تجارياً لمشاريع ترامب وأحد الأسماء التي يطالها التحقيق من قبل السلطات الأمريكية حول أنشطته التجارية المشبوهة واتصالاته مع روسيا. وقد أكد تقرير لنيويورك تايمز تسليم ساتر رسالة سرية من بوتين إلى محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين بعد إعلان فوز ترامب، والذي سلمها بدوره إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي. التحقيقات لا تزال جارية حول ما يقال إنه مؤامرة كبرى لم يسبق لها مثيل في التاريخ الأمريكي، قد تطيح بالرئيس نفسه عاجلاً أو آجلاً في حال ثبوتها. والتاريخ يحكي عن فضائح تورط بها رؤساء أمريكيون سابقون مثل توماس جيفرسون، وارن هاردينغ، وبيل كلينتون.
الذين انخرطوا بعلاقات وفضائح جنسية شهيرة. وهناك رؤساء وقعوا في فضائح سياسية كبرى مثل دونالد ريغان الذي كان يدعم تمويل منظمة كونترا العسكرية في نيكاراغوا، وهي المنظمة التي اكتشفت CIA أن تمويل أنشطتها يأتي من تهريب مادة الهيروين المخدرة إلى أمريكا نفسها. أما ريتشارد ديكسون فقد كان أول رئيس أمريكي يترك منصبه بسبب فضيحة سياسية عندما أدار عملية التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس فيما يعرف بفضيحة ووترغيت. حالة ترامب تشبه حالة نيكسون إلى حد كبير، فكلاهما ينتمي إلى الحزب الجمهوري، وكلاهما قام بإقالة مدير FBI من منصبه في سابقتين تاريخيتين بالولايات المتحدة. لكن تبقى مشكلة ترامب أعمق وأكبر من مشكلات سابقيه من الرؤساء، فهي إن صحت ستعني جريمة خيانة عظمى للأمن القومي وتآمراً مع الأعداء ضد الوطن، وأن جاسوساً بمنصب رئيس يقود العالم. لكن مع دولة مؤسسات تتوزع فيها مراكز القوة، لا يفلت الزعيم من العقاب إن ثبت تورطه، ويحاكم بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، ويعتبر مداناً في حال التصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. وهنا قد يتذكر ترامب ما حدث مع الرئيس الأسبق أندرو جونسون الذي حالفه الحظ بالخروج بريئاً من تهمة الجرائم الشنيعة وسوء التصرف بفارق صوت واحد أمام مجلس الشيوخ عام 1868. واليوم نجد الرجال حول ترامب يتساقطون تباعاً، أما الرئيس فيبقى واقفاً في دائرة تضيق عليه شيئاً فشيئاً. فهل يكون مصيره بريئاً دون محاكمة؟ أم يحاكم وتتم تبرئته مثل أندرو جونسون؟ أم مستقيلاً مثل ريتشارد نيكسون؟ أم مداناً بالخيانة؟ ويسجل بذلك سابقة كبرى في تاريخ الولايات المتحدة؟